اكيد نستقبل واحد من الزوار اللي يشوف الابن ديالو. حدثنا اليوم على انكم كاين الامكانيه تدخلوا القفه لوليداتكم المؤونه اللي صيبتوها بيديكم كنوع من تقريب هذه المناسبه من وليداتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا عواشر مبروكه، ومن هذا المنبر تنبغي نوجه التحيه والشكر لاداره المندوبيه العامه للسجون واداره اعاده ادماج عكاشة. تنحيي المدير وجميع الطواقم اللي طاحوا اللي عطاونا الفرصه باش جينا هاد وليداتنا وغنخرقوا معهم اجواء ديال العيد بالقفه اللي فيها اللحم وفيها الكبده وفيها الدجاج، يعني باش خلق مع الاجواء كانها مريح ما يدوق يدوق. ورغم ذلك انسان وليداتنا تنتعاملوا معهم بالتليفون تيقول كل شيء عندنا قبل ما نوصلوا لهم حنايا كالو هما اللحم كالو عيدوا هنا وهادي، وهذا الشيء تيبقى غير يعني باش يحس ولدك بحال معاك. اكيد تنبغي نشكر جميع الطواقم اللي كاينه هنا من الكبير حتى الصغير. واخا كنشوف في هذه اللحظات يعني انت العمليه كيفاش دازت، جيتو استقبلوكم جيتو قلبوا الماء استقبال كما قلت لك من الفوق حتى الصغير. جا خرج عندنا مدير مبارك لنا في العواشر ديالنا عواشر مباركه سعيده، قال لك راه وليداتي هذوك ماشي وليداتكم، وبالكلمه احنا فرحانين. تنقول لك واخا شويه ناقصه ما معيتش معنا، ولكن كومان بعيا يعني تنحس بحال معنا جنه على داك الشيء اللي قسم الله، داك الشيء يعني اللي كنا منه يعني حتى هو غياكل منه. اكيد هما عاشوا العيد هنايا بحلهم. تواصلتي معاهم؟ تواصلنا معاهم يعني راني قلت ديجا قلت في الفيديو اللي هي تنشكروا المدير وتنشكروا يعني الناس الموظفين هنا الله يجازيهم بخير، يعني دايرين المجهود ديالهم وعاشوا مع الدراري بحال عايشين معانا. الله يجعلها ان شاء الله يا ربي اخر الاحوال يا رب، ونتمنهم الله يفرج على الوليدات كاملين والله يهديهم يا ربي. اكيد نتوما اليوم كتستقبلوا القفه ولا المؤونه اللي والديكم جابوها لكم، كيفاش عشتوا هذا اليوم هذا؟ عشنا جو زوين بزاف، شكرا للمؤسسه، شكرا كبير بزاف اللي فرحونا، عيطوا علينا نجيو ناخذ القفه ديال والدينا ونذوقوا ماكله دارنا اللي توحشنا بزاف. شكرا سيد المدير وكاع الموظفين فرحونا بالخبر هذا تصار، وجينا دابا كناخذوا القفه من هنايا ونمشيو دابا نرجعوا للحي اللي كنا فيه ورجعوا فرحانين. وشكرا للمؤسسه وشكرا لكم كاملين. السلام عليكم. اليوم توصلنا بالقفه ديالنا اللي توحشنا بزاف، توحشنا طعام الوالده ديالنا، والحمد لله دوزنا العيد بخير وعلى خير. والموظفه ديال المؤسسه عاونونا بزاف باش ندوزوا هذه المحنه وندوزوا العيد كما يرام، والحمد لله. فرحان اليوم غتذوقتيها بالوالده او غت؟ فرحان بزاف الله يجعلها، فرحان بزاف الله يجعل اخر الاحزان يا ربي، والعيد اللي تلقاك مع والدك امين ان شاء الله. ان شاء الله يا امين. مرحبا بك. اليوم انتم كتعيشوا اجواء استثنائيه لانه غتستقبلوا القفه ولا المؤونه ولا طياب الوالده اللي جاوا عندكم اليوم، واكيد عندها احساس وشعور خاص عندكم. اش غادي نقول لك صراحه، انا وسط المؤسسه كنحس بواحد الشعور بحال عايش مع والدي، لان الموظفه والمدير سي عبد السلام تيعاملني بحال ولده، بحال ولده الصغير، بحال ولده الكبير، كيف ما الوالده، الحمد لله والشكر لله. وانا هذا الشعور ديال العيد نهار تذبح الكبش في هذه المنطقه هذه اللي واقفين فيها حنايا، كنحس بشعور بحالي مع داري. حنا معكم هذا الاحساس وغنيتوا وفرحتوا، اكيد العيد حافظتوا على الاجواء المغربيه ولو انكم انتم كتقضيوا عقوبه ديالكم، ولكن بقيتوا محافظين على الاجواء. اليوم انت غادي تذوق طياب داركم وحولي داركم وطياب الوالده، شنو احساسك؟ احساس ديالي تقريبا فرحان بواحد ما كنت ماماك. الحمد لله كنت فكر اجواء ديال شحال هذه، فهمت؟ ما نقدرش نوصف لك الشعور والله. ما الله يجعلها يا ربي اخر الاحزان، والعيد الجاي تلقاك مع والديك ان شاء الله. ان شاء الله.
اكيد الاستاذ عبد السلام، حنا اليوم كنعينوا معكم يوم مميز، يوم استقبال المؤونه للقفه من عند العائلات اللي غادي يوصلوها اكيد وتوصلوها لهاد النزلاء هادو فواحد الاجواء اللي شفنا ما شاء الله واحد ثلاثه ولا ليونه بلدات الامور. قربنا اكثر من تفاصيل هذه المبادره. طبيعة الحال الأستاذ علاء، شكرا لدى على الحضور ديالكم. المواكبة ديال إدخال التوصل بالقفة لنزلاء المؤسسة، طبيعة الحال تم السماح لهم بمناسبة عيد الأضحى. إدارة المؤسسة عبئات الأطر والموظفين من أجل يعني هذه العملية تتم بواحد السلاسة بواحد الانضباط وفي أحسن الظروف. كما تبعتوا معنا العملية ديال القفة يعني الإيصال ديال هاد النزلاء بدات ثاني عيد ولمدة أسبوع. المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج كيف ما كتعرف حريصة كل الحرص على أنه تعزيز القيم الإنسانية والترسيخ ديالها، كذلك تعزيز الروابط العائلية والأسرية، أيضا المساهمة في تقاسم الفرحة والاجواء ديال العيد مع العائله ديال النزلاء، ايمانا منا فاش في ادكاء روح انتماء للمجتمع وفقا وتماشيا مع التقاليد المغربيه الاصيله في مثل هذه المناسبات الدينيه. اكيد فالتقاليد حافظتوا عليها بدايه من يوم العيد، حنا عشنا وعينا معكم لحظه ذبح الاضحيه، هذيك اللمه مع النزلاء اللي كلهم صرحوا على انك كيعتبروك الاب الثاني ديالهم، واحد الاجواء اللي مغربيه محضه وعائليه بامتياز لتخفيف من وطاه السجن ولا وطاه الاعتقال اللي ممكن، لانه انت اليوم كتعامل مع الاطفال اللي ممكن لانه اول مره يكونوا هنايا، ممكن انه اول مره يعيشوا مثل التقاليد في هذه الظروف هذه. فاليوم احنا كنشوفوا الاب اكثر ما هو المسؤول، واحد الاطار واحد العلاقه قريبه من النزلاء. كيفاش كتحافظوا ما اهميه هذا الامر هذا في نفسيه هذا النزلاء؟ طبيعه الحال الاحداث كتعتبروا من فئه الهشه وخاصك تكون قريب لهم، وبطبيعه الحال وفق القانون ادخال القفه يعني هو كيجي في ظرف استثنائي خاصه في المناسبات الدينيه، وبالتالي اننا كنحاولوا نجمعوا ديك اللمه في اطار المواكبه ما بين اللي كيدار الداخل وما بين العائلات ديالهم، والحمد لله انتم شفتوا النتيجه وكل شيء فرحان، ولا على مستوى الزوار ولا على مستوى النزلاء، ودازت العمليه في جو يعني يسوده انضباط، جو رائع وسلس.